خليني اقول لحضرتك ان النادي الاهلي دايما بيمد المنتخبات الوطنيه بلعيبه كتير، وده حاجه مهمه جدا. دايما النادي الاهلي النادي الوطنيه، يعني دايما بيمد المنتخبات. وهنرد كمان بالاسماء اهو على الناس اللي بتقول لك قطاع الناشئين فين، او الناشئين بتوع النادي الاهلي ما بيطلعوش. ليه النادي الاهلي ما بيطلع؟ النادي الاهلي عنده قطاع ناشئين كويس وبيطلع لعيبه كويسه وبيمد المنتخبات. تخيل يا كابتن اسلام ان في الفتره الحاليه في الشهر الحالي في القوائم في الاسبوع ده 18 لاعب من النادي الاهلي، 18 لاعب من النادي الاهلي تم اختيارهم في جميع منتخبات مصر الوطنيه. تمام. مين هم ال 18؟ تعال نبص على منتخب مصر الاول، في 7 لعيبه. ايوه، محمد الشناوي، عبد المنعم، ربيعه، هاني، امام عاشور، مروان عطيه، حسين الشحات. اوكي. لو بصيت هتلاقي الشناوي من قطاع الناشئين، عبد المنعم، ربيعه، هاني، يعني 4 منهم من قطاع الناشئين، يبقى 7 لعيبه من النادي الاهلي في منتخب مصر الاول. نكمل، هنلاقي منتخب مصر الاولمبي 3 لعيبه من النادي الاهلي في منتخب مصر الاولمبي، حمزه علاء، احمد نبيل كوكا، كريم الدبيس اللي بحييه على ادائه في الفتره الاخيره. كريم الدبيس ما كانش موجود على فكره في منتخب مصر الاولمبي، هو مواليد 2003، انضم الفتره دي، ودي حاجه تحسب برضو لمارسيل كولر الاعتماد على كريم الدبيس، واللي كان بصراحه المفروض يبدا مباراه الامس لانه متالق بشكل كويس. نيجي بعد كده المنتخب الشباب مع الكابتن وائل رياض كمان اهو، 8 لعيبه، احمد عابدين، يوسف سيد عبد الحفيظ، معتز محمد، احمد خالد كباكا برضه عشان الناس تبقى عارفه مكان مراكزهم، يوسف سيد عبد الحفيظ بيلعب مركز 6 و8، احمد عابدين مدافع وباك رايت برضه وباك رايت، احمد عابدين مدافع، معتز محمد مدافع، احمد خالد كباكا ده لعيب وسط ممتاز بيلعب بوكس تو بوكس، طبعا كلهم ممتازين يعني. فارس خالد برضه مركز 8 في وسط الملعب، عمرو خالد بيبو بيلعب جناح وبيلعب باك رايت، محمد عبد الله بيلعب جناح يمين وده سجل جون في الماتش الودي، محمد زعلوك طبعا راس حربه. فانت لما تجمعهم هتلاقي 8 و3 و7، 18 لاعب من النادي الاهلي. وده اللي بنتكلم عليه، ان دايما قطاع الناشئين في النادي الاهلي ولاد بيطلع لعيبه. هو مش لازم القطاع يبقى كله ينج، يعني مش لازم كل اللعيبه اللي في القطاع تلعب فريق اول. هو القطاع لو كل سنه طلع لك 3 4 لعيبه ده كده قطاع ناجح. ده حاجه تحسب للنادي الاهلي، عدد ان في 18 لاعب في الفتره الحاليه في جميع منتخبات مصر الوطنيه. وكمان في معلومه، في منتخب 2008 بيتكون دلوقتي في 8 او 9 لعيبه هيتم الاعلان عنهم برضو من النادي الاهلي من مواليد 2008، منتخب 2009 اللي هو لسه هيتكون في الفتره دي، اللي هو اتعمل كابتن احمد الكاس. منتخب كابتن احمد الكاس 2008 2008 في منطقه القاهره، عملوا اختاروا 8 لعيبه من النادي الاهلي وعملوا مباريات وديه. صحيح. وهم مستقرين على 8 او 9 لعيبه من النادي الاهلي بس، اللي في الفتره الحاليه 18 لاعب، 18 لاعب منهم انت بتتكلم 3 منتخب اولمبي و7، يعني 10 من الفريق الاول. ده غير مين؟ غير برضو طبعا علي معلول ما انضمش في الفتره الحاليه، بس هو لعيب دولي، بيرسي تاو في منتخب جنوب افريقيا، اليو ديانج في منتخب مالي. عايز اقول لك حاجه، كويس ان علي معلول لم يعني مش كويس، لكن هو محتاج ان هو يستريح. هو طبعا مصاب كمان، هو مصاب اسبوعين مصاب يعني في فتره راحه، ف يعني ياخد راحه. فده اللي بنتكلم عليه، ان انت دلوقتي عندك 18 لاعب في قائمه المنتخبات، حاجه تحسب للنادي الاهلي. بالنسبه لاختيارات روي فيتوريا، انا شايف ان يعني اختياراته روي فيتوريا خلاص بقى عامل زي المدربين، كل المدربين الاجانب اللي مسكوا منتخب مصر في الفتره الاخيره بقوا بيستقروا على قائمه معينه، مثلا حوالي 21 لاعب او 24، ويثبتوا التشكيل، وده اللي هنلعب بيه في كاس الامم. فهو خلاص حفظ لعيبه، يعني مثلا الناس بعض استغربت ان هو استبعد او ان هو ضم احمد فتوح والحارس المرمى محمد صبحي رغم استبعاده من الزمالك، هو خلاص مقتنع باللعيبه دي فاخدهم. لكن انا الومه شويه في عدم اختيار كهربا. كهربا كان يستحق الانضمام للمنتخب. ناس هتقول لي كهربا ده بيضيع فرص، كهربا احسن مهاجم في الفتره الحاليه في النادي الاهلي، ممكن اقول لك ما بيلعبش كتير، واحسن مهاجم في الدوري الافريقي يعني. هو هداف الدوري الافريقي، ده هو النهارده بيسلمه ماسيكو هداف جايزه هداف الدوري الافريقي. طب ما كهربا جايب زيه، كهربا جايب هدفين وماسيكو جايب هدفين، وكهربا لعب ماتشات اقل كمان. كهربا بشوفه ان هو احسن مهاجم في الدوري المحلي، بيعمل لك خطوره، بيعمل لك فعاليه، بيعمل لك عمق هجومي. حتى لما خرج الشوط الثاني في مباراه صن داونز حسينا بفرق بصراحه. لا كهربا كان يستحق الانضمام. في علامات استفهام شويه على الحارس المرمى البديل للشناوي. من مين الحارس المرمى البديل؟ احمد الشناوي بشوف ان هو بصراحه بيهتز في المباريات الكبيره، حارس بيراميدز مش قوي في سيراميكا كليوباترا الحقيقه، ومحمد صبحي ما بيلعبش مع نادي الزمالك، فمين الحارس الثاني؟ وبعدين هو عمال يتكلم على معدل الاعمار، ان انا عايز ابني فرقه. طب معدل الاعمار، تعال بص على المساكين، نستبعد عبد المنعم لان ده في حته لوحده،
رامي ربيعه يعتبر افضلهم، تاني هو اللي جنبه افضلهم، الباقي مين؟ انت عندك علي جبر 34 سنه، احمد سامي برضو حاجه و30 سنه. طب يا جماعه يعني المساك التاني دي مشكله، لازم ان كان، انا وجهه نظري ان كان لازم يختار لعيب مدافع صغير صاعد في السن، بحيث زي ما كارلوس كيروش كده عمل في مين؟ في محمد عبد المنعم، جه فجاه واستخدمه كلاعب صغير صاعد وحطه في كاس الامم ونجح معاه. فده بس النقطتين، ان احنا محتاجين حارس مرمى بديل للشناوي، ومحتاجين مدافع مع عبد المنعم وربيعه يكون مدافع صاعد يعني.